حديث إن الحمار حين يرى الشيطان ينهق، وكل إنسان لديه قرين، حين يرانا الحمار لا ينهق، مع العلم أن لدى كل إنسان قرين من الجن. لماذا لا ينهق الحمار حين يرانا؟ أنت لست شيطان يا أخي، لا أحب أن أذكر اسمك لأن اسمك طيب، يعني أنت لست شيطان، فلعله شياطين معينة والله أعلم، أو شيطان يمشي استقلالا. الله يغفر لك. لا تعارض حديث رسول الله، أنت كيف تجلس تفكر؟ يعني الشيطان يلعب بك ويجيبك يمين وشمال، تفكر هذه التفكيرات الغريبة.